تعود إلى كورنادو. كورنادو يحاول. كورنادو! الله! قطار الاتحاد لا يتوقف. قطار الاتحاد لا يتوقف. قصة النجوم. عندنا كرة فيها محاولة الآن لكورنادو. يمرر كورنادو، تمريرة ممتازة واتحادية والتصويب. شوف مسعود، شوف اللمسة، يا سلام يا سلام، تحرك وتصويبة من مسافة بعيدة، حطها في الزاوية، حطها في الزاوية. هذه كراته، هذه لعباته، هذه هي كراته وهذه هي لعباته. حطها على يسار الرحيلي لأن يتقدم الاتحاد بالثاني. 2 أصبحت النتيجة الآن. أصبحت النتيجة الآن. كورنادو، كورنادو فنان، فنان وعنده قدرات كبيرة. هدف الكرة لبليهيم. بليهي مع الكرة تمرر في الأمام، واصلة باتجاه عبد الله الحمداني اللي يمرر الكرة في اليسار إلى ناصر. ناصر لعبة عرضية بالكم. جول يفتتح أول أهدافه مع الزعيم في مسابقة الدوري. مالكم يسجل أول أهداف الهلال في الدوري هذا الموسم. التمريرة رائعة من ناصر. قلت لك شوط الأول صعب يطلع فيها الهلال خالي الوفاض. مالكم نجح في التسجيل. أخيرا الهلال فك شفرة الدفاع في نادي أبها وتمكن من تسجيل أول أهدافه عبر البرازيلي مالكم راقص السامبا، يرقص في شباك أبها ويسجل أول أهداف الدوري، أول أهداف الهلال في الدوري. الكرة مرة أخرى بتمرير اللعبة على الجهة اليسار الدوسري إلى مالكم، ومالكم يسجل أول أهداف الهلال في هذا اللقاء. 1-0 الهلال يتقدم فيه عبر البرازيلي اللي يعد الهلاليين بموسم مثير، بموسم كبير، بهدف أول رائع للغاية من مالكم. أول أهداف الهلال في اللقاء عبر مالكم اللي يتقدم للهلال بأول أهدافه في شوط المباراة الأول. كانت أخطر دائما، كانت أوضح على مستوى الهجوم بالنسبة للهلال. ناصر الدوسري كان قد أثر الجهة اليسار. الكرة من البريك ملعوبة إلى مالكم. مالكم عدى وتسديد. الله 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 الله، جول! هدف ثاني لمالكم. مالكم جاي تسلطان ومع جماهير الهلال تتسلطن في مباراة لمالكم. مالكم يتألق ويتفوق بثاني أهدافه ويعلن حضور القوي من جديد في مسابقة الدوري السعودي. الكل سيرصد، الشباك ترصد الهدف الثاني للهلال والفرحة الجماهيرية الهلالية. شوف الكرة من البريك، التمريرة رائعة باتجاه مالكم. مالكم يعرف يتصرف معها. لعب كرة كانت صعبة هذه المرة على عباسي، سجل فيها الهلال ثاني أهداف. أخذ الكرة من الجهة اليمين، عدى، يمرر الكرة رائعة باتجاه كنو. كنو إلى محاولة، إلى تمريرة راحت لمالكم. الله! جول! هاتريك رائع لراقص السامبا لمالكم اللي جاء يخطف كل الأضواء. مالكم نجم السامبا وراقص السامبا البرازيلي يخطف كل الأضواء عند الجماهير الهلالية في كرة رائعة لمالكم. سعود عبد الحميد التغيير جات نتيجته. سعود قاد هجمة من الجهة اليمين، الكرة وصلت في الطرف الأيمن إلى تمريرة رائعة من كنو. مالكم هوبا جول! الله!
مالكوم يسجل الثالث. ستكون نتيجة مقبولة خطيرة إلى مالكوم تسديدة. مالكوم روعة. لسه أتكلم على تعادل سلبي لم يحدث. العمل كبير من ميتروفيتش في التحضير. الضربة والأروع 1-0 للزعيم مالكوم. رابع أهدافه في الموسم مالكوم. هدف هلالي أول بعد 24 دقيقة لعب في أحداث هذه المباراة. الجلاد مالكوم، نعم المرعب مالكوم في الخط الهجومي. التمركز، التموقع، الذكاء في التحرك بدون كرة. النهايات والروعة. البدايات مذهلة، ماذا عن النهايات بعد ذلك يا مالكوم؟ الكرة جميلة من متر. الكرة إلى كيسي، لمسة أهلاوية، طلب الكرة من جانب رياض. محرز ترويض، محرز محاولة، محرز تمرير. ماكسيمان يبحث عن التمريرة، تصل على جهة اليمين أهلاوية، عرضية خطيرة من رياض. فردي على ماكسيمان في لقطة المشجعين، لذلك شوفه في كثير من المرات يضيع الكرات. كرة بالخطأ من جانب بندي، كرة الله عودة حسماوية جميلة. التعادل الحاسم، لقطة رائعة، هدف بغطة فردية من جانب إدوارد بندي، حسم الصمود خطير. أهلاوية تحرك من جانب آلان. ماكسيمان على جهة اليسار، تمويه، كرة عرضية بالراس، فيرمينو على